مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوز، دائما عبر قناتكم قناه البلاد. هذا العدد الذي سنخصصه للحديث عن الالعاب المتوسطيه، اذا ايام معدودات تفصل الجزائر عن رهانها الرياضي الذي ستحتضنه مدينه الباهيه. الحديث هنا عن الطبعه 19 لالعاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022، رهان السلطات المركزيه والمحليه وحتى المنظمين واللجان الدوليه هو انجاح الطبعه بعروس البحر الابيض المتوسط شهر جوان المقبل، وتأكيد أن الجزائر قادرة على تنظيم محافل رياضية كبيرة. فمدينة الباهية مثلا تملك كل المقومات التي تسمح لها بلوغ هذه الغاية، خصوصا بعد التقدم المشهود في مختلف الورشات، سواء في تحضير المنشآت الرياضية الجديدة أو إعادة تأهيل القديمة بالولاية ومرافق الاستقبال، وكذلك الجانب التنظيمي للتظاهرة باعتراف الهيئات الدولية التي زارت وهران عدة مرات ووصفت ما حققته اللجان الوطنية بالمعجزة. للحديث أكثر والتفصيل في كل المواضيع المتعلقة خاصة من الجانب التنظيم والإعلام يلتحق بنا مباشرة عبر تقنية سكايب مراد بوطاجين، مدير لجنة الإعلام لألعاب البحر الأبيض المتوسط، مباشرة من وهران. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا وجيت. إذن مراد بوطاجين مدير لجنة الإعلام لألعاب البحر الأبيض المتوسط، قبل البداية ربما الحدث كان صباحة اليوم بتنشيط محافظ الألعاب محمد عزيز درواز ندوة صحفية، تحدث أو كان ربما موضوعها الرئيسي هو الكشف عن رغبة اتحاديتي الفروسية لإسبانيا وفرنسا بمقاطعة الألعاب. قبل أن تعقب سيد مراد بوطاجين، نتابع تصريح محمد عزيز درواز ثم نعود. بعثت لهم انا بلان يابي الي كونت اكسترا، قلت لهم حوسوا في هذا شيرشي دونك دون سي بور لا، فو بوفي امباركي في هاد لي بور سي فو بوفي، مي سي با ا نو دورغانيزي، سي با ا نو دورغانيزي لو فواياج. او ديبار سيتي سا دونك ايلز اون تروفي كالي كونت سا لور كونفني والميريا. نندد بقوه على المبررات الكذابة اللي قدموهم الفيدراليات الإسبانية والفرنسية حول على موضوع عدم مشاركتهم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وقلت باللي إذا كان قرار المشاركة أو عدم مشاركة هذا راجع لحرية القرار، نظمت سفر المشاركين بالنسبة للفروسية على عاتق الدولة الجزائرية. خدينا المبادرة أمام سيد وزير النقل اللي كي ننظم على عاتقنا سفر هذا الخيول. هذا ما يخليناش نفكروا باللي كاين مشكل مع اللجان الأولمبية تاع هاد الدول، بالعكس اللجنة الأولمبية الفرنسية أعلنت على المشاركة تاع أكثر من 500 مشاركين ما بين رياضيين ومسيرين. إذن احنا نتحضروا، الدولة الجزائرية قدمت كل الإمكانيات لكي دورة 19 تكون دورة كبيرة إن شاء الله، وهذا الشيء اللي قلناه حتى في حالة إلغاء الرياضة من برنامج الرياضات. ألعاب البحر المتوسط الطبعة 19 ستكون في وهران وفي الجزائر في موعدها المحدد. إذن مهما كان الإشاعات الألعاب تكون في وهران، تحيا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وتحيا الجزائر. إذن كان هذا تصريح محافظ الألعاب المتوسطية محمد عزيز درواز الذي تحدث عن جاهزية الجزائر لاحتضان الطبعة المتوسطية، ووصف
الحادثة بحالة خاصة فقط. إذا عودة إليك مراد بوطاجين، لو تعقب لنا عن تصريحات محافظ الألعاب المتوسطية والمناسبة التي جعلت به ربما ينشط ندوة صحفية مستعجلة لتوضيح هذا الأمر، هل أراد التأكيد لبقية الاتحاديات أو لكل الاتحاديات التابعة لربما الألعاب المتوسطية أن الجزائر جاهزة لاحتضان الألعاب المتوسطية؟ تفضل. أكيد أن الجزائر جاهزة لاحتضان هذه الدورة، أكيد كذلك أنه حالة مثل هذه الحالات لا تؤثر ولن تؤثر على تنظيم هذه التظاهرة. سيد محمد عزيز درواز محافظ الألعاب كان واضح، وكان يعني المبرر تاعو كان يقول أنه كل هذه المبررات غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أنت تعرف بالنسبة للفروسية كانت نظمت الألعاب الإفريقية أو البطولة الإفريقية عفوا على مستوى مدينة وهران، على مستوى ميدان السينيا، وكانت الدول شاركت في هذه التظاهرة وبحضور المنظمين على مستوى لجنة التنظيم الدولية. فلما نظمت فأكيد أنه في نهاية الدورة فالكل كان مرتاح. لماذا؟ لأنه ما كانش فيه ملاحظات، وانت تعرف بعد نهاية الدورة فيه ملاحظات فيما يخص الفروسية مثلا من طرف المدير الفني للاتحادية الدولية للفروسية. فكل يعني كان مرتاح ولم تكن هناك احترازات أو ملاحظات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص الكنترول سانيتير، يعني المراقبة الصحية. أنت تعرف فيما يخص الخيول فالمراقبة تكون على مستوى هذه البلدان عفوا المشاركة. أما فيما يخص هذه المتابعة الصحية والمراقبة لما تصل الخيول إلى الجزائر فأكيد تكون المراقبة من طرف اللجنة الصحية على مستوى الكوش، على مستوى لجنة التنظيم بالجزائر. فيما يخص التجهيز، أنت تعرف أخي وليد أن التجهيز، وإحنا بصدد تجهيز كل المنشآت الرياضية وعلى كل رياضة حسب الاختصاص، فهذا التجهيز راح يكون ابتداء من اليوم، رانا موجودين في وهران، ويدوم ممكن خلال الايام المقبله. طيب لو نعود مراد لو تسمح، لو نعود لهذه النقطه، هل ترى انه ربما اتحاديتي فرنسا واسبانيا عندها اسباب اخرى رفضت الكشف عنها وتحججت بهذه الحجج، خاصة أنه محافظ الألعاب تحدث عن مبادرة الجزائر بالتنسيق مع وزارة النقل بنقل الخيول إلى الجزائر؟ الشيء اللي راني نأكد عليه هو نقل الخيول والمراقبة الصحية والتجهيز كذلك فيما يخص كل الإمكانيات، فيما يخص الفروسية، الخيول والتقنيات الأخرى، كل الأجهزة هذه يعني فيه في أجهزة تجي من الخارج وفي أجهزة كذلك موجودة في الجزائر. وبالتالي بالنسبة لميدان الفروسية وبالنسبة للمنافسة في حد ذاتها واختصاص الفروسية كل شيء راه جاهز، ما كانش هناك ملاحظات إشاعات ثم أخذ قرار بالنسبة لفرنسا أو إسبانيا. أقول أن هذه حالة من الحالات، فإذا كان حضروا يا مرحبا، إذا كان ما حضروش أنا نظن يعني ما فيش تأثير بالنسبة لهذه الألعاب. لماذا؟ لأنه المتابعة بالنسبة للجنة الدولية لتنظيم هذه الألعاب اللي في كل مرة يحضروا معنا فيه زيارات ميدانية، فيه اجتماعات، احنا نقدموا لهم الحصيلة، نقدموا لهم البرنامج، فيه ملاحظات، فالكل كل هذا خلى اللجنة أو أعضاء اللجنة يكونوا متفائلين بالنسبة لهذه التظاهرة. أنا نظن يعني ما هي إلا مبررات غير صحيحة، ولكن نقول مرة أخرى هذه مبررات غير صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الدولة كدولة، الدولة الجزائرية بالتنسيق يعني مع هذا اللجنة التنظيم اللي راهي تعمل بالتنسيق مع هيئات أخرى ووزارات أخرى، وانت ذكرت من بينها وزارة النقل. نزيد لك وزارة أخرى اللي هي وزارة الفلاحة. تتعرف أن الفروسية مرتبطة ارتباط كامل وشامل مع وزارة الفلاحة، ففيه تنسيق وفيه عمل متكامل ويومي مع هذه الهيئة أو مع هذه الوزارة. طيب هل فيه إضافة بخصوص هذا النقطة قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى متعلقة بالجانب الإعلامي خاصة والتنظيمي؟ لا، هي الإضافة نقول أن الجزائر جاهزة لتنظيم هذه التظاهرة،
بإمكانياتها وتجربتها. وبشهادة ربما كل من زار الجزائر على غرار نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي أكد على جاهزية الجزائر. ما عدا هذا، إذن سيد مراد بوطاجين بصفتك مدير لجنة الإعلام لألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما نعلم الطبعة 19 التي ستشهد توافد الكثير من الرياضيين، سترافقها بعثة إعلامية كبيرة جدا. حسب تقارير صحفية مؤخرا أنه فيه عدة دول عبرت عن نيتها في نقل البث التلفزيوني، إذن بعثة كبيرة ستكون من الصحفيين خاصة الجزائريين والأجانب. مؤخرا اللجنة المنظمة فتحت الموقع الخاص بالاعتمادات. هل اللجنة اليوم بدأت في استقبال طلبات الاعتماد لتغطية هذا الحدث المتوسطي؟ نعم، شكرا على هذا السؤال، وخاص بلجنة الإعلام والصحافة والاتصال. فأنت تعلم أنه الاعتماد انطلق وبدأ منذ أيام، يعني 14 ماي إلى غاية 30 ماي، هذا تاريخ الاعتماد. احنا نشوف أنه فيه يعني عدد كبير كبير كبير، وهذا يشرفنا ويفرحنا، عدد كبير من الصحفيين راح يحضروا هذه التظاهره للتغطيه. اولا اذا كان خدينا التغطيه المباشره وتغطيه هذا الحدث بالاعلام الثقيل بينهم انتم كقناه البلاد، في اولا 83 ساعه للتلفزيون الجزائري المباشر، نقول المباشر هذا بالاضافه الى الريبورتاجات والتحقيقات والمقابلات والحوارات وغير ذلك في المجال الرياضي، وكذلك في المجال السياحي، الترويج والسياحة والثقافي والسياحي وغير ذلك. لأنه أنت تعرف ألعاب البحر المتوسط أو هذه الألعاب، ما نقولش ألعاب البحر المتوسط، مثل هذه الألعاب عندها طابع سياحي، طابع ثقافي، طابع فني، فالتغطية راح تكون في المباشر، هذا بالنسبة للتلفزيون الجزائري. أكيد بالنسبة لكم كقنوات خاصة لنفتخر بها اليوم، قنوات فعلا موجودة في الميدان، أكيد كذلك راح تكون تغطية مباشرة وتغطية أخرى عن طريق الحصص والبرامج التلفزيونية. أكيد كذلك تغطية مباشرة وربورتاجات وتحقيقات وميدانية أخرى تكون عن طريق الإذاعة الوطنية، لنفتخر كذلك أنه فيه إذاعات على مستوى كل ولايات بانتظار ولايات جديدة، فهذا يعني شرفنا ويخلينا نكون مرتاحين. انت تعرف الاعتماد هذا يضم ثلاث فئات من الصحفيين اللي قلت انطلق من 14 ماي الى غايه 30 ماي. فهذا الاعتماد موجه اولا للصحافه الاجنبيه المعتمده، واللي تكون صحافه الدول المشاركه، هذا يعني الكاتيجوري دو بريس. كاين صحافه اخرى اجنبيه والدول تاعها ما تشاركش في هذه المنافسه وهذه الدوره، وبالتالي نقول كذلك هناك عدد كبير من الصحافه الاجنبيه والدوليه راح تكون. صحافه اخرى اللي هي الوطنيه كما اشرت منذ قليل، الصحافه المكتوبه، الصحافه الالكترونيه، الاذاعه والاعلام الثقيل التلفزيون. فالى جانب هذا نقول انه الصحافه اذن موجوده بقوه. نزيد نضيف لورونيوز، سبور لورونيوز، اللي تكون كذلك تغطية مباشرة كبيرة. هذا التغطية من طرف هذه المؤسسة هذه راح أكيد توجه لأوروبا وتوجه لممكن بلدان على مستوى العالم. فكل هذا يخلينا نقول مرة أخرى مرتاحين. طيب سيد مراد بوطاجين، بخصوص نقل الأحداث الرياضية عبر المباشر، ما عدا التلفزيون الجزائري العمومي، كم عدد القنوات التي ستنقل مختلف الأحداث على الهواء مباشرة؟ قلت لك بالنسبة للقنوات، فيه قنوات الجزائرية اللي من بينها قناة البلاد، أكيد فيه قناة التلفزيون العمومي، فيه كذلك لوروفيزيون ولوروسبور اللي يعتبر بارتنر بالتنسيق مع اللجنة الدولية لأنه التعامل مع اللجنة الدولية، وفيه كذلك قنوات أخرى بدون ما نذكر يعني هذه القنوات، فيه قنوات أخرى اللي عندها مراسلين هذو موجودين هنا في الجزائر، فهذه كذلك راح تنقل فيه نقل مختلف، يعني النقل يختلف من قناة إلى أخرى، وفيه كذلك عناصر واللي هذين ممكن نذكرهم اليوم
اعطيت لي فرصه فيه جزائريين اللي موجودين على مستوى بعض القنوات في قطر، بعض القنوات في الامارات، بعض القنوات في كندا، بعض القنوات في فرنسا، راهم كلموني وراهم كذلك جايين لتغطيه هذا الحدث. طيب سيد مراد بوطاجين، مع تطور الإعلام مؤخرا، صحافة خاصة الصحافة الإلكترونية وما يعرف حاليا بصحافة الموبايل التي تعتمد كثيرا على الإنترنت، ربما هل هذه النقطة ستكون متاحة؟ هل توفير الإنترنت سيكون متاح في مختلف القاعات الرياضية ومراكز الصحافة؟ قلت لك في البداية هذه الألعاب تحت يعني التنظيم للجنة التنظيم على رأسها محمد عزيز درواز ومختلف اللجان، ناس مختصين على مستوى هذه اللجان. اثنين، الدولة قائمة لتنظيم هذه الألعاب ونجاحها عن طريق أكيد التصريح أو يعني التوجيهات نتاع السيد رئيس الجمهورية. أنت تعرف يلح على ضرورة نجاح هذه التظاهرة، يعني هو قدم كل ما في وسعه وأعطى كل الإمكانيات لنجاحها، فهذا يخلينا قلت اليوم نكونوا مرتاحين. وبالتالي من ناحية الإعلامية أو من ناحية المنافسة ككل والتنظيم ككل، نقول لا خوف. ممكن أنا راني ممكن يعني نعطي يعني صورة إيجابية، ولكن الصورة لابد أن نقدمها أكيد الصورة كنا كإعلاميين. طيب مورد بوطاجين، ربما سؤال يهم خاصة زملاء الصحفيين، ما هي أبرز التسهيلات المقدمة للإعلاميين ولرجال الصحافة على غير ربما ظروف الإقامة، نقل الصحفيين حتى فيما يخص مراكز الصحافة؟ أنا شخصيا كنت من بين البعثة الإعلامية التي رافقت الوفد الجزائري في الطبعة السابقة بطرقونا الإسبانية، ربما كانت فيه بعض التسهيلات للصحفيين. هل اليوم الجزائر، لو تذكرنا مراد بوطاجين أبرز التسهيلات التي ستقدم للإعلام قبل ما نتكلم عن التسهيلات؟ نرجع لنقطة أخرى فيما يخص السؤال قبل هذا، فيما يخص الصحافة الإلكترونية، أنت تعرف أنه فيه تطور كبير بالنسبة للصحافة الإلكترونية في الجزائر أكيد. ولكن الشيء اللي نأكد عليه هو أنه فيه صحافة إلكترونية معتمدة، وهذه اللي ربما راح نتعامل معها مباشرة فبالتنسيق مع وزارة الاتصال. فيه صحافة إلكترونية اللي راح تعمل بجد وراهي بارزة وراهي فارضة وجودها على الساحة الإعلامية. ندائي آخر لمواقع التواصل الاجتماعي، الشباب تاعنا، أنت تعرف مثل هذه التظاهرات كونتي ساجي دو لانتيري سوبريم دو بي شاك بي في العالم، كي لما تكون يعني تمس المصلحة العليا للبلاد المصلحة، فكلنا لابد أن نجنب حتى المواقع التواصل الاجتماعي. وهنا مباشرة نتوجه للشباب ونقول لهم لازم يتجندوا لنجاح هذه التظاهرة، لأنه الفائدة والنجاح للجزائر. طيب سيد مراد بوطاجين، أثرت نقطة مهمة جدا بالحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. يتبادر لأذهان الكثيرين هو ربما الإشاعات التي تنتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل تشاطرني الرأي في هذه النقطة أنه للحد من الإشاعة يجب توفير المعلومة، يعني الهيئة المنظمة أو أنتم كمديرية خاصة بالإعلام، ربما دوركم هو إعطاء كل كبيرة وصغيرة بخصوص الإعلام لوضع حد لكل الإشاعات التي ربما ستؤثر على السير الحسن للألعاب المتوسطية؟ هو شوف، أنا لما تعبرهاش إشاعات، بالعكس احنا مثلا لما وصلنا انا لما جيت الوهران اول شيء قمت به هو العلاقه اللي خلتني نكون العلاقه مباشره ويوميه ودائمه اليوم مع الصحافه المحليه يعني الصحافه المحليه بكل حسب الاختصاص، وانت زميلنا طبعا. من جهه اخرى الاتصال كان يعني مباشر في الايام الاولى مع المجتمع المدني والحركة الجمعوية. كتعرف هذه هي الكاتيجوري، يعني هذه الفئة اللي ممكن تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية أكيد كان ممكن نوع من التردد، لأنه ما كانش العلاقة لثقة ومرتبطة
يعني مباشرة ويومين، ولكن مع مرور الوقت إذا كان لاحظ، إذا كان لاحظ النشاط اللي راه موجود على مدينة وهران وما جاورها نشاط لا مثيل له. البداية كانت في شهر رمضان المعظم، فكانت نشاطات كبيرة رياضية. سنعود للحديث عنها لو تسمح مورد بوطاجين، سنعود للحديث عن كل هذه الدورات التي وصفناها ربما دورات تجريبية قبل الألعاب المتوسطية. سنتحدث عن المنشآت الرياضية وحفلي الافتتاح والاختتام، لكن بعد الفاصل الإشهاري. مشاهدينا الكرام، فاصل إشهاري ثم نعود، ابقوا معنا. عودة مجددة مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس، والحديث متوسط عن الألعاب المتوسطية بوهران 2022 الطبعة 19 التي ستحتضنها الجزائر من 26 من شهر جوان وإلى غاية 6 من جويلية. يحضر معنا دائما مراد بوطاجين، مدير لجنة الإعلام لألعاب البحر الأبيض المتوسط. أهلا بك مجددا. إذا قبل الفاصل تحدثنا عن الإعلام وظروف عمل الصحفيين، سنتحدث عن التنظيم وكل الظروف المحيطة لإنجاح هذا الحدث. ربما من الجانب الترويجي مراد بوطاجين، الجزائر ستعتمد على الرياضيين السابقين الذين شرفوا الجزائر في مختلف المحافل الرياضية، سواء الرياضات الجماعية أو الرياضات الفردية. ما هي أبرز النقاط أو الرياضيين التي اعتمدت عليهم مراد بوطاجين الجزائر للترويج لهذا الحدث؟ ممكن قبل ما نرد على السؤال نرجع للنقطة الأخيرة اللي تكلمنا عليها وهي الإشاعات. أنا نعتبرها كإعلامي ما هيش إشاعات، بالعكس بالعكس، لما يعني نتصفح صفحات الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف ممكن بين حين لآخر غضب من هنا وغضب من هناك، ونشوف كذلك يعني الدعم كبير كذلك من جهة أخرى وبقوة من جهات أخرى يعني عن طريق هذه الصفحات، فنقول ما نعتبرهاش إشاعات، بالعكس راهي انتقادات بناءة اللي تخلينا نزيد نتفطن أكثر في مجال الإعلام ولا في مجالات أخرى لتنظيم هذه التظاهرة ولنجاحها. إذا ندائي للشباب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لازم يستمروا، ولكن يفكروا حاجة واحدة، خدمة للجزائر وخدمة لنجاح هذه الألعاب. شكرا على التوضيح. نمر إلى النقطة الأخرى. فيما يخص سؤالك، مش عارف سؤال ذكرني، قلت ما هي ربما، هل الجزائر أو اللجنة المنظمة ستعتمد على شخصيات رياضية بارزة شرفت الجزائر في المحافل الرياضية الدولية في السنوات السابقة؟ هل ستعتمد الجزائر على هذه الأسماء في الترويج للطبعة 19 بوهران؟ احنا بدايتنا كانت بالترويج، وكان نظم يوم خاص ب 100 يوم قبل بداية الألعاب. كنا كان ترويج بدأ في إطار أكيد يعني كان نشاط كبير رياضي ثقافي فني سياحي ترفيهي، وكذلك حفل كبير في هذاك اليوم. منذ هذاك اليوم إلى يومنا هذا كل يوم احنا في اتصال مباشر مع هذه الشخصيات. اليوم 100 يوم قبل بداية هذه الألعاب كنا كرمنا كثير من الرياضيين، نذكر بينهم الملاكم موسى بوتشيش دوبالا، يعني هؤلاء اللاعبين راحوا لبؤلام أول ميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 75 في الجزائر. كل هذه الشخصيات كانت معنا كرمنا وراهي موجودة معنا يوميا يعني في تواصل مباشر. اليوم كذلك احنا هذا الأسبوع راح يكون على وهذا يشرفنا كثير، راح يكون السفير هذه الألعاب ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران اللاعب الخضر بلومي، اللي هو راح انت تعرف انه فيه سفيرة الألعاب بالنسبة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية اللي هي الأخت ياقوت، وفيه اللي هي في المرصد كذلك على مستوى المرصد الوطني. فاليوم بالنسبة للمجال الرياضي الخضر بلومي هو سفير هذه الألعاب، وهذا يشرفنا وما كان يعني نقدموا الخضر بلومي غني عن التعريف، الخضر بلومي كرياضي كممثل للجزائر ما يعني ما يخلينا ما نعلقش عليه. طيب سيد مراد بوطاجين، الحديث ايضا عن التنظيم والترويج يجرنا للحديث عن حفلي الافتتاح والاختتام. ربما كان في حتى الالعاب كان من المفروض ان تنتهي حفل الاختتام يتزامن
مع ذكرى الاستقلال، احتفال بخمسة جويلية، لكن ربما تم تأخيرها لتمكين ربما شخصيات كبيرة في الدولة لحضور حفل الاختتام، هل هذا صحيح؟ نعم نعم، هو فيما يخص الحفل على كل حال ممكن أكثر تفاصيل يقدمها لكم الأخ سليم دادا نائب وزير السابق، وهو رئيس لجنة حفل الافتتاح والاختتام، وكذلك كل ما هو نشاط ثقافي وفني وسياحي. فأكيد وهذا شيء ممتاز، يعني احنا يعني تقدر تقول يعني ممكن نجاح هذه التظاهرة إذا كتب المكتوب فيخلينا نكونوا يعني يكون نجاح تام. لماذا؟ لأنه الألعاب تنطلق يوم 25 جوان وتتزامن مع يعني يوم عظيم، يوم عزيز علينا اللي هو يوم 5 جويليا ذكرى استقلال الجزائر وعيد الشباب. اكيد انه الحفل رايح يكون الديكور نتاعو والسيناريو حسب يعني تقديم اخي سليم دادا يتماشى وهذا اليوم العظيم، فاكيد راح نكون نعيش حفل ان شاء الله في المستوى. فانا نظن يعني هذا الشيء يخلينا نكونوا مرتاحين اكثر بالنسبه لنا وبالنسبه كذلك للحضور وللاجانب. بالنسبه للشخصيات على مستوى هذه البلدان اللي راح تشارك وحتى ممكن شخصيات للبلدان التي لم تشارك، فاكيد القائمه لا زالت يعني ما هيش رسميه، ولكن ممكن اكد لك شيء فيه بعض رؤساء الدول ياكدوا على حضورهم لهذه الالعاب في انتظار اكيد شخصيات اخرى. وكل هذا ربما يعكس الثقل الكبير لهذه الألعاب المتوسطية التي تضم العديد من بلدان العالم. إذا سنتحدث عن المنشآت التي رهنت الجزائر على تجهيزها، ربما أبرزها المركب الأولمبي الجديد بوهران. لو نتحدث مراد بوطاجين، أين وصلت ربما نسب جاهزية المنشآت؟ هل كل منشآت جاهزة 100% أم أنه بقات بعض الرتوشات؟ حتى ربما مراسلي قناة البلاد كانوا أرسلوا ربما بعض التقارير في الأيام الأخيرة تخص حتى الجانب الترويجي، تهيئة الخارجية، تزيين المساحات الخضراء، أو ربما كل الأمور التي تعكس ربما التراث الجزائرية التي ستروج لها خلال الألعاب المتوسطية وهران 2022. نعم وليد، لو طرحت علي هذا السؤال من قبل يعني قبل يعني 6 شهور أتشائم، والإجابة يعني ما تكونش نفس الإجابة اللي راح نعطيها لك الآن. 6 شهور من قبل كانت المنشآت غير جاهزة، كان سباق مع الزمن، أكيد كانت غير جاهزة، وكان خوف كبير بالنسبة لتنظيم هذه الدورة وهذه التظاهرة وهذه المنافسة. لكن 6 شهور الأخيرة، والفضل أقول يرجع للسلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الولي، يعني نقدر نقول لك في ظرف قصير جدا يعني المنشآت اليوم، باش ندخل مباشرة في لب الموضوع في النسبة المئوية، المنشآت اليوم جاهزة بين 95 أو 90، يعني ما نروحش بين 90 و 100 النسبة المئوية. ال 100 يعني تقريبا ممكن 70 منشأة راهي جاهزة، ممكن 30 المتبقية و 25 المتبقية بالمئة. فهي يعني نقدر نقولوا باللي معظم او 70% من المنشآت هي جاهزة 100%، يبقى بعض المنشآت اللي بقات النسبة راهي في نسبة متقدمة او جد متقدمة. متقدمة جدا، نقول لك متقدمة جدا، يعني راح تكون جاهزة في الايام او الاسابيع المقبلة. ولكن انا نقول لك حاجة، خلال الاجتماعات اللي قمنا بها مع اللجنة الدولية للتنظيم، الرئيس الايطالي كان أشار إلى أنه هذه الألعاب وكل تنظيمات أو كل تظاهرات على مستوى العالمي في نهاية قبل بداية الألعاب هناك رتوشات، هناك لمسات أخيرة. لمسات الأخيرة تتمثل كما أشرت يا وليد، تتمثل مثلا في المساحات الخضراء، تتمثل في بعض الأمور اللي تتطلب تقنيات جديدة. فكل هذا نقول لك يعني خلى لجنة التنظيم أو أعضاء لجنة التنظيم الدولية مرتاحين. وبالتالي أنا نظن ملف المنشآت الرياضية ملف طوية وأصبح جاهز لتنظيم هذه التظاهرة. طيب مراد بوطاجين، هل تعتقد أن الجزائر اليوم من خلال هذه الطبعة ستصدر صورة حسنة عن الجزائر وعن قدرتها على احتضان
محافل رياضية كبيرة، لأنه لو نقارن مع الطبعة السابقة بمدينة طرقون الإسبانية، إسبانيا آنذاك لم تخصص منشآت رياضية كبيرة الحجم مثل ما خصصته الجزائر. مثلا الملعب الرئيسي الذي احتضن حفلي الافتتاح والاختتام لم يكن بحجم ملعب وهران الجديد مثلا. شوف، احنا عشنا مثل هذه المناسبات، انا يعني نقول افتخر بوجودي وحضوري لمثل هذه التظاهرات الكبرى، سواء كأس العالم او البطولة الإفريقية او البحر المتوسط او الألعاب العربية، يعني عشناها احنا. ولكن عشنا هذه المناسبات في دول وين كانت متوسطة، وعشناها كذلك في دول اخرى وين يعني المستوى كان عالي، اما بالنسبة للمنشآت او التنظيم او حتى المشاركة. اليوم الجزائر، انا نقول لك بالمنشآت هذه، والمنشآت هذه لمن؟ راح تكون للجزائر، يعني مشاريع خاصة بمنشآت رياضية اللي راح تستغلها الجزائر، تستغلها مدينة وهران، تستغلها كذلك حتى يستغلوها الرياضيين اللي راح يجيو من مختلف الولايات، من مختلف الفرق، من مختلف الأندية، من مختلف المنتخبات، ويجيو ويستغلوها بمدينة وهران. ولكن شريطتها أن نعتني بها، وهذا هو المشكل. هذا موضوع آخر على كل حال، ما نتطرقوش ليه اليوم. نعتني بهذه المنشآت مستقبلا، وبالتالي نقول النجاح هذا ما هوش في المنشآت فقط، ما هوش في الاستقبال اللي راح يكون، ما هوش في المنافسة كمنافسة، ما هوش بالنتائج اللي راح نحققوها، ولكن بكم انتوما، بالإعلام، الإعلام الجزائري وأكيد الدولي، لما يلقى كل الظروف مواتية وكل الظروف موجودة بالنسبة للتغطية. مثلا المركز الدولي للصحافة، انت تعرف سي بي، مركز دولي للصحافة، عنده تجربة كبيرة في تغطية مثل هذه الأحداث، هو راه يعمل بالتنسيق معنا. إذا كان وفق، احنا نوفقه وإن شاء الله نوفقه. لماذا؟ لأنه راح نوفر للصحافة الجزائرية والصحافة الأجنبية كل الظروف الملائمة. فالنجاح كذلك يكمن في هذه التغطية، في المتابعة الميدانية والتغطية للجزائريين والجزائريات، والحضور كذلك لمواطني مدينة وهران وكل مواطنين على مستوى كل ولاية. طيب مراد بوطاجين، ربما كل الأمور إيجابية التي تحدثت عنها أنت شخصيا منذ انطلاق البرنامج، بصفتك كمدير للجنة الإعلام أو حتى أراك في احتكاك دائم مع اللجنة المنظمة، ربما ما هي أبرز الصعوبات أو العوائق التي تعترض ربما المنظمين على غرار ظروف إقامة الرياضيين والوفود الأجنبية التي تحضر إلى الجزائر؟ هي اولا كانت صعوبه تنظيميه، يعني نقول لك بكل صراحه، اللجنه بدات تعمل، اقول يعني في الاشهر الاخيره، نتكلم على الاشهر الاخيره، لما بدات تعمل ما كانش يعني تنظيم واضح، ما كانش واضح الرؤيه. اولا بالنسبه كلجنه وبالنسبه للمحافظ كمحافظ العاب، الرؤيه ما كانتش واضحه بالنسبه للتسيير، سواء كان التسيير الإداري أو المالي. فبعد ما دخل السيد رئيس الجمهورية، وكان لقاء ما بين رئيس الجمهورية والمحافظ وكذلك ولي ولاية وهران ووزير الشباب والرياضة والوزير الأول، توضحت الرؤية، يعني الصلاحيات كلها أعطيت للمحافظ. اليوم في استقلالية تامة بالنسبة للتنظيم من جانب التنظيم. اثنين، بالنسبة للعمل الداخلي على مستوى اللجنة نفس الشيء، إذا كان رجعنا من قبل ما كانتش رؤية واضحة بالنسبة لهذا التنظيم. لماذا؟ لأنه كل لجنة كانت تعمل على انفراد، أقول على الانفراد، وأثرت ممكن سلبا على مجريات وعلى التنظيم، وخاصة الأيام يعني صبحت قريبة لبداية هذه الألعاب. ولكن نقول لك ونزيد نأكد لك، ها وأعطيت لك السلبي، نعطيك الإيجابي. اليوم وخلال ممكن الشهر الأخير هذا، يعني أصبح العمل جماعي، يعني كل اللجان تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض. هل ربما من الأسباب ربما ل في لجنة الإعلام، فما نقدروش نعملوا يعني لوحدنا فيما يخص الاعتماد، الاعتماد بالتنسيق مع لجنة الاعتماد لاكريديتاسيون، مع لجنة الأمن لا سيكيورتي. فكان مثلا عمل بجد، والحمد لله رانا يعني في مرحلة الاعتماد. ف
فكل هذا خلانا نكون مرتاحين. طيب لو نتحدث ربما عن تنسيق بين اللجنة المنظمة مع وزارة الشباب والرياضة أو حتى اللجنة الأولمبية، خاصة أنه اللجنة الأولمبية أو حتى وزارة الشباب والرياضة المسؤولة عن تحضير الرياضيين، أما فيما يخص كل الأمور التنظيمية هي ربما تعود للمحافظ وإلى لجنة التنظيم. نعم، زيد نأكد، المحافظ هو المسؤول الأول على هذا التنظيم، ما فيش هروب من المسؤولية. ثانيا بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، أنت تعرف كوزارة كقطاع هي مسؤولة على المنشآت بالتنسيق أكيد مع الهيئات الموجودة على مستوى الكل القطر الوطني، سواء كانت اتحاديات أو رابطات أو مديرية الشباب والرياضة. الشباب والرياضة مختلف الولايات. نعم، بالنسبة للجنة الأولمبية حتى يعني نعرف الحقيقة، اللجنة الأولمبية عندها السياسة الرياضية الأولمبية أكيد، وعلى رأسها رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو نائب الرئيس الثاني لمحافظ الألعاب. طيب، هذا خلاه يكون يعمل بالتنسيق مع المنتخبات للتحضير، يعني يوفر لهم كل إمكانيات بالتنسيق كذلك مع وزارة الشباب والرياضة، ويعمل كذلك كنائب رئيس على مستوى التنظيم. نفس الشيء بالنسبة للوالي، والي ولاية مهران هو والي الولاية أكيد، الإكزيكيتيف هو اللي عنده كل الإمكانيات باش يحضر هذه الألعاب، ولكن يعتبر كذلك النائب الأول على مستوى التنظيم، يعني يجتمع معنا ويخرج معنا في تنظيم هذه فيما يخص يعني النشاطات في تنظيم هذه التظاهرة. وبالتالي أنا نظن اليوم الرؤية توضحت، يعني بين كل قطاع وكل هيئة وكل شخص وكل شخصية ما كان حتى مشكل. أنا نقول لك وزيد، أكد لك وليد، لو كان نرجع من قبل أنا نقول لك الألعاب كانت يعني في ظلام، كانت في ظلام، ولكن اليوم كيف نقول اليوم يعني شهر اللي مرت، اليوم الرؤية توضحت، علينا أن نعمل كل ما في وسعنا باش نشحوا هذه التظاهرة. طيب سيد مراد بوطاجين، نقدر نقول اليوم حوالي أكثر من شهر بقليل فقط، 33 أو حتى 35 يوم قبل انطلاق الألعاب المتوسطية، نقدر نقول العد التنازلي في هذه الأيام، ما هي أبرز النشاطات التي ستقوم بها اللجنة المنظمة قبل انطلاق الألعاب على غرار الدورات التجريبية التي احتضنتها مدينة وهران؟ شفنا مؤخرا الدورة الدولية للتنس، وهل لك أيضا أن تنقل لنا شهادات المشاركين والأجانب حول جاهزية الجزائر؟ وإحنا الشهادة الأولى هي لجنة التنظيم، هذه هي يعني الشهادة من خلال الأولى. زيارات النائب أكيد أنت تعرف لما يجيوا الزيارة في زيارة ميدانية، وفيه كذلك لقاءات مع المحافظ مع رؤساء اللجان. إحنا كلجنة إعلام وكأنه يعني اختبار، يعني نتعامل معهم فيما يخص البرنامج، فيما يخص المشروع، فيما يخص اللقاء، فيما يخص الإمكانيات نتاع الصحافة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وبالتالي هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية هي بدأت تظهر أو ظهرت في الأونة الأخيرة، هي الجمهور أو المواطن الوهراني اللي راه موجود وراه حاضر من خلال يعني تقريبا هذه النشاطات اللي راه يقوم بها، الدورات الكروية، يعني كل ما هو نشاط حيوي ويخلينا نكونوا مرتاحين. في شهادات أخرى اللي هي المشاركة في بعض المنافسات القارية والعربية، تنقل تستيفر يعني الحدث يعني التجريبي، هذا يعني كانت بعض التستيفر من قبل، واليوم في الأيام القليلة المقبلة راح يكونوا في الدراجات في التنس وفي الشيدو اللي راح ينطلق هذا الأسبوع. الشيدو اللي هو البطولة الإفريقية، التستيفر هذو أكيد أنه يكونوا فيه بعض الأجانب اللي يجيو ويحضروا، ما نقدرش نقول شكون، ولكن يكونوا بعض الأجانب وتكون شهادة كذلك لهذه المنافسات. فكل هذا يخلينا نقول أن هذه تكون إضافة بالنسبة لنا لتنظيم هذه الدورة وهذه الطبعة. شكرا لك إذن مراد بوطاجين، ستكون لك عدة تدخلات معنا بحول الله قبل وأثناء
وبعد دورة أو طبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط. شكرا لك على كل هذه التوضيحات التي قدمتها. كلمة أخيرة في أقل من دقيقة. كلمة أخيرة، نشكركم أولا، نشكركم مرتين، لأنه نشكركم من خلال هذه المقابلة أو الحوار، ونشكركم لأنه أنا عملت في قناة البلاد وكنت شكرا. مرتاح، كنت مرتاح وعملنا مع بعض. بارك الله فيكم. أنا نعرف هذه القناة قناة محترمة، سواء بالنسبة لمسؤوليها أو الصحفيين والتقنيين والعمال هذه القناة. ثاني حاجة، من خلال قناتكم، من خلال كل قنوات، خاصة يعني القنوات قناة العمومية أكيد بتجربتها، تتعرف التجربة على القناة العمومية نتاعنا والإذاعة كذلك، وأنتم كذلك بعد 10 سنوات و11 سنة بالنسبة لكثير من القنوات، فهنا احنا ثقتنا كبيرة بكم. ولكن إذا كان فيه بعض الانتقادات خبرونا، ناقشوها، ما كان حتى مشكلة، احنا نجاوبكم بكل صراحة، هذا هو الشيء اللي راح يخدمنا. إذا كان فيه يعني التغطية، لابد أن تعملوا كل ما في وسعكم باش تكون تغطية كاملة وشاملة خدمة للجزائر. شكرا لك إذن مراد بوطاجين على كل هذه التوضيحات. يبقى نجاح طبعة 19 من الألعاب المتوسطية بالجزائر رهان الجميع. الكل يجب أن يتحمل المسؤولية، ربما كهيئة منظمة، مختلف السلطات العليا في البلاد، حتى المواطن الجزائري، ونحن كإعلام اليد في اليد من أجل إنجاح هذه الدورة ورسم أحسن صورة عن الجزائر. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج فوت بلوس. متابعة طيبة لبقية البرامج على قناة البلاد. إلى اللقاء.